أول وصفة هنبدأ بيها هتكون سمك بالفريك. هنستخدم معاه سمك فيليه، أنا مستخدمة قشر بياض، فريك، ملح وفلفل، زيت، بصل مفروم، ثوم مفروم، كمون، عصير طماطم، مية سخنة، وحلقات من الليمون. هنعمل ايه؟ كالعادة احنا سخنا الطاسة بتاعتنا كويس جدا، هنحط معلقة من زيت الزيتون كبيرة، وهنزل اول حاجة السمك. بسم الله. قطع بقى كاملة، عايزين تقسموا القطع على قطعتين ممكن نجيب سكينة ونقسم القطع على او عايزين تعملوها اصغر كمان، عايزين تعملوها اصابع زي ما انتوا عايزين. يعني انا دي ممكن اديها ايه تقسيمه كده بالنص. اهو، او تستخدموها كامله مفيش مشكله، او صوابع اللي انتوا عايزين. تيجي نحط كده بالراحه، نتعامل مع السمك بهدوء علشان بيبقى لحمه طري. فواحدة واحدة كده، حطينا زيت زيتون وحطينا السمك، تعالوا بقى نتبل السمك. فلفل اسود، ملح مش كتير عشان السمك طبعا بيكون اصلا مملح، كمون، طاسة واصلها الزيت، وان كل تحت كل السمك واصله الزيت. هقلب كده على الناحية التانية. طبعا الوصفة دي ممكن تتعمل برضو بالجمبري. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي اوسع لنفسي مكان عشان اجي في المكان الفاضي ده وابتدي انزل البصل. معاه الثوم عشان انا مش هاخد وقت طويل فالثوم مش هيتحروق. وابتدي ان انا اخلطهم مع بعض. هطلع السمك لسه ما استواش سوا كامل، بس هطلعه. على الطاسة، وبعدين هقوم منزلة الفريك. نقلب كله مع بعضه، نتبل الفريك بملح وفلفل. نقلب كويس. السائل بقى هتحطوه عصير طماطم اوكي، هتحطوه مية سخنة اوكي، هتحطوه كريمة اوكي. يعني الوصفة دي بتتعمل بكل دول وكله بيبقى حلو. هرجع السمك تاني مكانه. وابتدي انزل. دي معلقة زيت. دي الخلاصة اللي نزلت من السمك. وده عصير الطماطم. ده عصير مكثف مش عصير فريش. تقدروا بقى بعد اول غلوة ما تنزلوا عصير الطماطم تقوموا نقلين على طاجن او بايركس او صينية وتدخلوا الفرن لو حبيتوا، يعني يكمل تسوية في الفرن. انا مش هعمل كده، انا هسويه على النار وهقدمه في الطبق اللي انا مجهزاه بشرايح الليمون.